مختلفة فعال وهجومة نتصارع دون أهداف نتصارع ونريد أن نغير ما الأشياء التي لا دخلنا فيها فالفارق كبير على كل الأشياء وكنتمنى رجوع جماهيري يجمع الأسبوع القادم إن شاء الله وكنوعدهم بأن الفريق الجديد سيمشي إلى أمام كما وعدتهم اليوم إلى مكتسب 1-0 عندنا مقابلة يتخلوا عليا الحمد لله رب كبير نحشمناش وشكرناش. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.